في بعض أدوية الاكتئاب لقينا إن من ضمن الأعراض الجانبية بتاعتها إنها بتأثر على القدرة الجنسية. في بعض التأثيرات بتعتبر سلبية وبعض التأثيرات تعتبر إيجابية لبعض الحالات المرضية. اتعقدت قوي؟ أفكها لك. هي المشكلة إن أنا اكتئاب، فلما بوصف علاج أنا بحاول بقدر الإمكان أي طبيب نفسي إنه يوصف علاج أقل نسبة حدوث أعراض جانبية. الأبحاث بتقول إن نسبة إصابة هذا الشخص إذا أخذ هذا الدواء إنه يجي له نوع من أنواع فقدان الرغبة الجنسية بنسبة 30%. أنا المريض اللي قدامي ممكن يبقى في 70% اللي مش هيتأثروا بالعرض الجانبي ده أو 30% من اللي هيتأثروا بيه. ولو اتأثروا بيه هيبقى عندنا دايما حلول بديلة. طيب العرض ده عرض سخيف العيان مش عايزه، لكن في عرض تاني لبعض المضادات الاكتئاب مجموعة محددة بيعتبروه عرض لطيف. ليه بقى؟ لأن هو بيزود فترة القذف. فالشباب اللي بيعاني من سرعة القذف كان بيستغل الدواء المضاد للاكتئاب ده في أنه يعالج بيه سرعة القذف. فعشان كده بقول لك في ساعات عرض جانبي يبقى سيء جدا للعلاقة، وأحيانا عرض جانبي هو بيعالج مشكلة. المشكلة دي كانت ما هياش اكتئاب، لا هي سرعة قذف، بس لأن العقار ده هيطول فترة القذف فهو بيستغله، فهو استغلال يعني مش في محله، لأن أي دواء مفروض بيكون إحنا بنستغله لعلاج المشكلة، مش بستغل العرض الجانبي لعلاج مشكلة أخرى. ودلوقتي بقى فيه موجودة عقاقير تانية مخصصة لعلاج سرعة القذف.